السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة 5 جويلية عيد الاستقلال، كما تشاهدون هذا قبر الشهيد عبد الغفور محند. صراحة لا أعرف هذا الشهيد، لكن استوقفني مكان قبره أمام الطريق العام حيث كنت مارا من هذا الطريق. هذا هو الطريق، طريق ساحلي في بلدية بنكسيلة ولاية بيجاية. فلا شك ربما قد يكون قد استشهد في هذا المكان فدفن في هذا المكان. تاريخ الولادة والوفاة، وربما بما أنه شهيد فتاريخ الاستشهاد كما تشاهدون. هذا بمناسبة 5 جويلية عيد الاستقلال والشباب والرياض، والسلام عليكم.